اوعى تسكتين وراح خبطها طعنتين. لازم تسمعي كلامه. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنف، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجري، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ونؤكده ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمة البشعة اللي حصلت في بورسعيد، بالتحديد من حي من اكبر الاحياء، حي الضواحي. زوج وزوجة في مقتبل العمر، الزوج عنده 33 سنة، الزوجة 25 سنة، متجوزين جواز تقليدي عادي وعايشين في هذه المنطقة، ما حدش بيسمع لهم حس، عادي جدا، خلافات عادية بتحصل بين أي زوج وزوجة وبتنتهي بالتصالح، ودي سنة الحياة على فكرة. لا الحياة الزوجية عسل على طول ولا هي سيئة على طول، بتبقى مختلطة ما بين أشياء جميلة وأشياء تقلل من جمالها لكن بترجع جميل، وهكذا الحياة. ما هو ما فيش اتنين بيعيشوا في سعادة على طول، يعني ما حصلتش. طيب في وقت الخلافات دي النصيحة اللي بنقولها من خلال برنامجنا، لازم الزوجة تبقى عارفة ان القرار في البيت قرار الزوج، ان صاحب الكلمة الاولى والاخيرة الزوج. صحيح هي مش كنبة، هي مش كرسي، هي مش مخدة، هي مش تلاجة، هي مش غسالة، هي إنسان لها عقل ولها فكر ولها إحساس ولها مشاعر، أوكي ما فيش مشكلة، نتناقش مع بعضين، نتناقش، هي أقنعتني خير وبركة، هي ما أقنعتنيش خير وبركة، لكن في الآخر الزوجة لازم تبقى عارفة إن صاحب القرار هو الزوج. ليه؟ عشان هو اللي هيتحمل تبعاته. يعني اتناقشنا في موضوع وإنت وجهة نظرك سليمة، أنا بقول لك سليمة، وهو وجهة نظره غلط وكل الشواهد بتقول انه هو اللي غلط، لكن هو صمم على كلامه، ما ينفعش انت تتحكمي. ليه؟ هو لو خد قراره وانت قلت له بعد كده انا مش قلت لك، وانت هيقول لي خلاص انا خدت القرار وانا اللي هتحمل تبعاته، ما ينفعش انت بقى تقولي لا كلامه غلط وكلام انا صح. لا، ليه؟ القوامة للرجل والكلمة للرجل والقرار الاول والاخير والنهائي واللي لا رجعة فيه هو اللي بيصدره الرجل. عشان كده بنقول لاي شاب رايح يتجوز، اقعد انت واهلك مع اهل العروسة، اذا لقيت الام هي اللي بتتكلم وهي اللي بتتشرط وهي اللي واخدة صدر الحديث، سيب العروسة فورا وامشي، الراجل ملوش كلمة والست هي قائدة المركب، يبقى البيت ده بيت فاشل، البيت اللي بتقوده ست فاشل. لا يمكن، الراجل طيب، الراجل معرفش ايه، ده معنى كده ان هو مش قادر يدير دفة بيته، بنته هتكون نفس النظام، شايفة امها الكلمة كلمتها والشورة شورتها، هتحاول تطبق اللي هي شافته معاه مع ابوها وامها معاك انت، لو انت قلت لها ايه هتقولك لا، لانها طالعة شايفة امها هي المتصدرة المشهد، الكلمة كلمة امها، الشورة شورة امها، كل حاجة امها، هي طالعة هتعمل زي امها. انت لو حاولت ان انت تقول لها لا او تحاول ان انت تصلح لها كل اللي هي متعودة عليه، الحياة هتفشل، لانها ما طلعتش على كده، هي طلعت لقت امها هي صاحبة القرار. عشان كده بننصح كل عريس رايح يتقدم لعروسة، اذا لقيت ام العروسة الكلمة كلمتها والشورة شورتها فورا انفد، اهرب، افلت بسرعة، دي زوجة مش هتنفع، لانها تبقى عايزة تطلع زي امها. مهما بقى تقول لك مع الحب هتسمع، ابدا مش هتتغير، لانها نشأت في بيئة زي كده. فكلمة الكلمة المفروض كلمة تكون كلمة الراجل في الأول وفي الآخر. طيب إيه اللي حصل بقى في حي الضواحي؟ شقة في الدور الثاني، يعني تاني بلكون في عمارة، هو واخد الدور الثاني هو ومراته، كل ما يكلمها في أي موضوع عايزة تناقشه فيه. الزوج أحيانا يا جماعة في مواضيع ما تقبلش مناقشة، يعني الزوج مهما يكون بتبقى قاعدة في البيت غير مدركة للي بيحصل في الشارع، غير مدركة للظروف اللي حواليها، غير مدركة للمعرفة الزوج وتفكيره بيكون ازاي في المواضيع، فبالتالي المفروض لما يتكلم في اي موضوع يقول لك خلاص، المفروض تسكتي، خلاص القرار قرارك، كلمة كلمتك، خلصت كلمة يا جماعة. اي مركب من زمان قالوها، المركب ابو ريسين تغرق، لازم ريس واحد في البيت. انا ما اعرفش تيجي تكلم الست تقول لك ايه، انا متعلمة زيك، انا موظفة زيك، انا مرتب باب بدفع في البيت زي انت بتدفع مرتبك في البيت، انتوا ما بتقدروش تعيشوا من غير مرتب، انت مؤهل وانا مؤهل، انت فاكر نفسك ايه، انا زيك. ما ينفعش يا حبيبتي، زيك زيه ده روح اقعد عند بيت ابوك، انت ما دام ارتضيتي تكوني زوجته لازم تسمعي كلامه،
الزوجة واجب عليها سماع كلام الزوج حتى لو غلط ما دام ما بيغضبش ربنا. يعني يقول لك شمال تقول له حاضر، يمين حاضر، اقفي حاضر، اقعدي حاضر، مش معنى كده بقل منك، مش معنى كده بقول ان انت كنبه ولا كرسي، لا، هي طاعة الزوج شيء لازم. ومش هقول لكم ان الرسول قال لو لو السجود لله لامرت المرأة، كل ده انتوا عارفينه. ورغم كده الزوجة برضه بتحاول ان هي يكون ليها رأي ولازم تمشيه. ماشي يكون لها رأي، ماشي تحاول تقنعني به، ماشي اقنعتني خير وبركة، ما اقنعتنيش خلاص يبقى انا كلمة اللي تمشي، وده شيء مفروض. طيب الزوج رجع من شغله، فين الاكل؟ ما عملتش اكل. ما عملتش اكل ليه؟ النهاردة قمت من النوم تعبان. طب هناكل ايه؟ ما جبتش اكل معاك ليه؟ طب انت ما قلتليش اجيب اكل ليه؟ ما قلتلكش انزل هات. انزل هات، انا تعبان وهنزل لسه هنزل اجيب اكل، هو ده اللي عندي. طب انا افهم بس، اللحمه في الثلاجه، الفراخ في الثلاجه، ما طبختش ليه؟ مش اطبخ، تعبان. هو بالعافيه هو كل يوم اكل؟ قال لها ما تكلميني كويس. قالت له مش عاجبك كلامي يعني؟ قال لها قالت له خلاص اوسع ما بخيلك اعمل. راح زوجها، يفاجئ الزوج ان مراته تقول انت بالزوج، انه تيجي خبطاه في صدره، خبطاه في الحيط. انت بتمد ايدك على جوزك؟ صحيح غلط ان الزوج يزق مراته او يضربها، ده شيء مش ممكن. يعني الاب والام بيجوزوك بنتهم عشان تضربها؟ لا طبعا، لا، ما حدش يقبل بكده. هي انسانه ما ينفعش تتضرب، لكن هو زقك هنقول ان هو ضربك، ما ينفعش ان انت ترد عليه الضرب بالضرب، لانه في الاول وفي الاخر هو يوم ما هيضربك ممكن يكسرك، لكن انت يوم ما تضربيها تعملي له ايه؟ يعني الفكره كلها انت لما تستفز جوزك وتمدي ايدك عليه، ما هو قادر ان هو يرد لك الصحصح ايه في الوقت ده. طبعا هو جاي من بره تعبان وراح زقته في الحيطه، ما فاقش بنفسه غير لما بيجري على المطبخ وراح خبطها طعنتين، للاسف دوف رقبتها ماتت في الحال. يعني دي خناقه المتهم الاساسي فيها الزوجه. ما جهزتش الاكل لجوزك ليه؟ ما هو شجعان وطالع عين امه بره عشان يجي يلقى لقمه ياكلها في بيته. تعبانه ولا مش تعبانه اعملي له اي اكل، قول له حقك عليا، انا كنت دايما دايخه النهارده والله كان هيغمى عليا، حقك عليا، ده انا والله العظيم مكسوفه منك، هيقول لك خلاص. لكن تقول له اللي انت عايزه اعمل واوسع ما في خيلك اركب قدام، وفي الاخر كمان يزوجك تيجي زقاه في الحيطه وهو جاي عصبي ما دراش في نفسه، وبعد صعب عليه نفسه ان هو راجل ومراته تمد ايده عليه. يعني جري خد السكينه، للاسف الخطين جه في رقبتها ماتت في الحال. طبعا في الوقت ده فتح الباب لان الجيران باصين من اللي جوه، ماسك السكينه في ايده وعليها دم وهدومه كلها دم. جري الشاب طبعا ما عرفش يروح فين، لقى نفسه قدام قسم شرطه المناخ ببورسعيد. دخل بالسكينه في ايده ودخل لرئيس المباحث. ايه يا عم في ايه دخل كده ليه؟ قال لهم انا فلان الفلاني وشغال موظف في الجهه الفلانيه، روحت البيت اتخانقت مع مراتي، ما حسيتش بنفسي غير وانا بضربها، وادي السكينه وانا جاي اسلم نفسي. اصطحب طبعا قوه من مباحث قسم شرطه المناخ ببورسعيد لبيته، لقوا الزوجه فعلا في صاله الشقه، هي ثلاث اوض الشقه، لقوها هي في الصاله والجيران حواليها. طبعا كانت اسلمت روحها لله، ماتت الله يرحمها طبعا، وهو مثل الجريمه بالكامل مع سلاح الجريمه وقال يا جماعه انا خناقه عاديه، لكن للاسف ما قدرتش املك اعصابي، اول ما زقتني لقيت نفسي بجري على المطبخ، هنت عليا ما هنش عليا رجلتي، ما هنش عليا ان راجل ماليش كلمه، ان مراتي تمد ايدها عليا، ما حسيتش بنفسي غير ان انا بضربها، وللاسف الطعنتين جفرة رقبتها فماتت في الحال. هنا بنقول يا جماعه العلاقه الزوجيه ما ينفعش كده. بقول لكل ام وكل اب، علموا بنتكم كيف تكون زوجه ناجحه، علموا بنتكم مفيش حاجه اسمها اوعى تسكتي لي احسن يركبك، اذا قال لك كلمه بقول اتنين، لازم يكون لك شخصيتك مع جوزك، اوعى تسكتي له، اللي يعمل لمراته عوره كله مش عارف يلعبوا بها الكوره، لازم ترد لهم الكلمه بالكلمه. انت بتخرب على بنتك. الام النصحه تقول لبنتها جوزك زعلان ما تردش عليه، يجي يلقى لقمه جاهزه، يجي يلقى هدومه نظيف، يجي يلقى البيت نظيف، يجي يلقى اولاده نضاف. هي الام النصحه اللي تعلم ولادها كده. احنا دلوقتي بنشوف حاجات غريبه في بيوتنا، بنلقى الزوجه نايمه بهبالها وعبطها، والعيال وسخين، والشقه تضرب تقلب، والمطبخ وسخ ومفيش اكل جاهز، ولما تكلمها تقول لك كنت تعبان، التلفزيون وقعدت اتفرج على التلفزيون وما خدتش بالي من الوقت، الوقت سرقني. الجيل اللي طالع ده جيل مش هيعمر، عشان كده نسبه الطلاق في مصر زادت عن 44%، يعني كل 100 بيتجوزوا 44 بيتطلقوا. زمان كانت الطلاق ده عيب، لكن نقول ايه؟ الام ما بتعرفش تعلم بنتها كيف تكون زوجه،
فبتروح بالجوز هتقالها ان الجواز جنس وبس مش مسؤولية كبيرة، فبالتالي بتفشل وبالتالي بيحصل ايه؟ لا طلاق لا قتل. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.